واش انت من الناس اللي كيبحثوا على تحسين مظهر العضلات او تحسين قوه العضلات؟ لان الفرق كبير بين الاثنين والصحه هي اللي كتدفع الثمن. اذا كنت من الناس اللي تبغي ترفع من قوه العضلات، تحمل واداء العضلات ويبقى الجسم في خفه وحيويه بدون لحم، بدون حليب، بدون بيض، بدون اي بروتين ميكس ولا اي كرياتين ميكس اللي كتر الكبد والكلي، خلي جسمك هو اللي يقوم بالمهمه. اعطيه فقط هذه الوصفه اللي فيها اكثر من 20 سوبر فود كانوا كيستعملوها قديما حين كان الانسان هو اللي كيرفع الحجر والشجر. السلام عليكم، هذه سهام من المغرب. مرحبا بالجميع، شكرا للاوفياء ومرحبا بالناس اللي التحقت حديثا في القناه. قبل ان ابدا في تفاصيل تحضير هذه الوصفه، بغيت نركز على نقطه مهمه جدا، هي ان كل المكونات الاساسيه في تحضير هذا الخليط هذا هي منقوعه في الماء حتى تنتفخ جيدا. يعني اننا كنحولها من مواد اوليه خام الى منتوجات جديده بقيمه غذائيه جديده وبنكهه مميزه لذيذه، وبالتالي كتصبح سهله الهضم وكيستفد منها الجسم اكثر فاكثر. هذه هي حبه الحمص من بعد النقع، لاحظتوا الراس خرج، يعني هذا هو الطور اللي كان نوقفوا عنده وكنبداو نمروا الى المراحل المواليه. المرحله المواليه من بعد النقع كتكون فقط يعني نقطره جيدا، ومباشره انا كنطهيه بالبخار كما كنفعل يعني وكانوا اجدادنا كيفعلوا بالنسبه للشعير والحبوب الاخرى. هذه عمليه بالنسبه لي انا مهمه، كتعطي كذلك كنضمن بانه كيطهى وكتعطيه مذاق، وكذلك كتنقصنا من مده العمليه المواليه اللي كتكون ديال التحميص. بعد عمليه الطهي على البخار يعني كنخليوه يقطر هنا جيدا او كنفرشوه هنا، هذه من الاواني الرائعه اللي كتمتص يعني الماء، فائض الماء يعني كتعرفوا الطهي البخار ضروري يكون ماء، او اللي ما عندوش يفرش الثوب على شي حاجه باش الثوب كيمص الماء والمش متكونش يعني فطريات بيضاء على الحبوب ديالنا او البقوليات اللي كنخدموا بها الان. كنتركوها حتى كتجف يعني جيدا، ومن بعد منها كنمروا مباشره الى مرحله التحميص. هنا من بعد ما جف جيدا غنمر لعمليه التحميص. هذا هو الشكل النهائي ديال الحمص بعد ما طهيتو على البخار. تقدروا ما تطهيوش الا بغيتوا على البخار، انا كنفضل نطهيه، بالتالي يعني ما كتاخذش ليا مده اكثر بالنسبه للعمليه المواليه هي ديال عمليه التحميص. حمصوه في الفرن او في الطين كما يعني شاركت معكم في فيديوهات سابقه، لا داعي ان نعاود التفاصيل، يعني حتى كنتحصلوا بان كنضمنوا بانها طها جيدا. نفصل لكم باش تشوفوا، يعني ما كنحرقوش، كنحمصوه فقط على نار متوسطه. اصفر من الداخل، لاحظوا اصفر كيعمل هذا الصوت اللي شفتو، اصفر من الداخل، نتمنى يكون كيبان لكم. هذا هو اللون، كيعمل صوت. كنخزنوه في قارورات من الزجاج في انتظار اني نكمل باقي المكونات. هنا كنمر نقع هذا النوع من الذره الرفيعه، يعني صغيره جدا، حبات صغيره، او الدخن. انا كنعمل الاثنين، كنعمل الدخن وهذا النوع من الذره. انا غنوريكم الدخن، فيها الابيض وفيها الاحمر، يعني كانت من انواع الذره المعروفه عندنا في المغرب، خاصه في شمال المغرب يعني شمال شرق افريقيا. وهنا عندنا الدخن او البشنه، حتى هذه كتسمى البشنه. هذا الميلت كيكون اللون ديالو، لاحظوا الحبات شيء ما يعني بالمقارنه مع هذه، لاحظوا كاين فرق شكل الحبه ولونها. هذا هو الميلي الدخن او البشنه، يعني عنده عده اسماء، كذلك فيه انواع. هذا من النوع اللي معروف عندنا في المغرب. كنشتغل بالاثنين، يعني نفس الطريقه اللي غنعمل مع الدوره الرفيعه كنعملها للميلي، يعني الدخن او البشنه. كنغسلوها بطبيعه الحال جيدا وكنقعوها في الماء كما تعودتوا معايا. يعني هاد الطريقه هذه السحريه ديال النقع هي طريقه خطيره، يعني كتبدل الحبوب من حال الى حال، سبحان الله.
وكتعزز فيها مجموعة من الأشياء المفيدة، وكتخرج منها أشياء يعني الخطيرة اللي الآن أيضا يعني بوز، ومجموعة من الأشياء اللي كتحرم على الناس استهلاك الحبوب. وبطريقة النقع كنتخلصوا من جميع الأشياء والمواد والعناصر اللامغذية اللي كتكون في الحبوب، اللي هي اللي كتحمي الحبة أثناء النوم. اللي كتكون جافة هي كتكون في حالة نوم، هنا نوع من المناعة ديال الحبوب، داك يعني ما نقولوا السلاحة الجدار، هو وجود داك العناصر الغير المغذية بالنسبة للإنسان هي اللي كتحمي الحبوب في حالة جافة في حالة النوم. وسبحان الله بمجرد أنها كتلمس الماء، تنقع في الماء، كتحرر داك العناصر اللامغذية، كترجع للحياة الحبة سبحان الله، وكتعزز وكتقوى سبحان الله، وكتزادها قيمة إضافية لأنها كترجع في طور أنها ترجع إلى حالة النبات اللي كانت عليها في الأرض، وبالتالي حتى النكهة ديالها سبحان الله كتغير. غادي نغسلو جيدا قبل مرور إلى عملية النقع. من بعد ما غسلت كما كتلاحظوا نقعه مباشرة في الماء. بسم الله. لاحظوا كنملؤوا إناء جيدا بالماء لأن الحبات بغيناها تنتفخ جيدا. كنسركوه منقوع 24 ساعة إذا كان الجو معتدل الحرارة، إذا كان بارد كنخليه أكثر حتى نلاحظوا بأن الحبة انتفخت. أنا غنتبع معكم المراحل. وكيبدأ ظهور الرأس الأبيض، هنا كنتوقفوا وكنوضعوا في مكان بعيد عن الحرارة المباشرة. بعد ما نقعتو يعني أكثر من 24 ساعة وحين كنضغطوا عليها كتقسم إلى نصفين. ملي كتقسم إلى نصفين كنصفيوه كنتركوه في المصفات، كيبدأ الرأس يخرج. ها هو نوري لكم، ها هي الرؤوس بدات كتخرج البيضاء، ها هي نتمنى يبان لكم. ها هي الذرة أو الدخن، بعد ما نقعناها في الماء وطهيناها على البخار وحمصناها سواء على نار الغاز يعني في مقلاة منطين أو في الفرن كتكون النار متوسطة. هذا هو الشكل ديالو، حتى يعني يمكن تناولوه بها يعني مباشرة، مذاقه جميل صدقوني. عملية النقع عملية سحرية كتنقل الحبوب والبذرات من حال إلى أحسن حال. نفس الشيء قمت به العدس، يعني من بعد ما نقعته لاحظو صفيته وتركته حتى خرج النبتة الرأس، هذا هو اللي كيهمنا. ها هو لاحظو الرأس الأبيض خرج، كنكتفيو وكنحبسو كنشفوه جيدا منديل وكنمروا لعملية التجفيف. العدس من بعد ما كذلك نقعناه في الماء مباشرة كنحمصو سواء فوق إناء من طين أو في الفرن حتى كيصبح بهذا الشكل هذا، كذلك مذاقو زوين. وكنستمرو حتى كنكملو جميع الحبوب اللي عندنا، يعني فين ما يكون عندنا وقت كنصوبو واحد الحاجة، يعني ما كنجمعوش، أنا ما كنجمعش كلشي دقة واحدة، كل مرة كنصوب حاجة ويعني كنخدم داك الساعة مرتاحة بإذن الله. هذه الشريحة بعد ما غسلتها بالطريقة اللي وريتكم في الفيديو السابق ديال مربى الخريف، أنا يعني نضفتها بنفس الطريقة، قسمناها على جوج وحليتها بهذه الطريقة وخليتها بطبيعة الحال حتى يعني نشفت جيدا، الطريقة اللي منزلة عندي في القناة. ويعني وسخنت الفرن جيدا ودخلتها ليه، وكل مرة يعني كنحل على الفرن أو كنوضعو فوطة حتى كي يعني كتسرب منها جميع الرطوبة اللي فيها. أهلا هي نشفات صح بهاد الطريقة، هاي تخرج منها جميع الرطوبة. غادي نطحنها. من بعد ما طحنتها نعاود نطحن هاد الشي اللي بقى. انا خليتها حتى سخنات، ما خصهاش تسخن، يعني خصنا نحل نفتحوا على الطحانه لان هذا النوع من الطحانات يعني كيعمل رطوبه في الاشياء المطحونه. قارورة من زجاج كنوضع دائما قرفة
اي قاروره كان يعني نوضع فيها اشياء يعني للتخزين، كتعرفوا القرفه يعني تعودتوا معايا الناس الاوفياء القناه تعودوا بانني كنحفظ جميع الاشياء ديالي بالقرفه. لاحظوا وغادي نبداو بسم الله. ها هو عندنا مسحوق التين يعني لاي استعمال، انا غنستعملوه للزميطه ان شاء الله. ها هو عندنا التين ديالنا مجفف، نخزنوه في مكان جاف يعني بعيد على الرطوبه والحراره بطبيعه الحال. هذه الهنديه او التين الشوكي، غنوري لكم كيفاش جففتها فصل الصيف، كذلك تستعمل في الزميطه، رائعه. غنطحنها تجف فقط يعني في الجو الحار فصل الصيف، كتولي لاحظوا مثل كراميل، هذه ليست محروقه هي هكذا مثل الكراميل. هذا هو نعناع تيميجا او نعناع السواقي، لاحظوا كنجفوا في اواخر فصل الربيع. وهذا رائحته رائعه، عنده عده استعمالات في الشاي، كنطحنوا اوراق وكنتحصل على هاد البودره. عندنا كذلك الكحيله هي هذه، هي مثل الخزامه، هي نوع من الخزامه البريه يعني كتنبت يعني في الاحجار يعني في الاراضي اللي كتكون قاسيه. لاحظوا كناخذوا الاوراق وكنطحنوهم وكنتحصلوا على بودره هاد النوع هذا، كنستعملوها كذلك. هذا نبته فليو كذلك كنجمعوه في اواخر فصل الربيع وكنطحنوه بنفس الطريقه اللي طحنا التيميجا والكحيله، رائحه رائعه. وهنا عندي زريعه ديال الحميضه كنخزن هنا في اكياس، نحيو الزريعه نشفها فقط بعض الشيء في الفرن ونطحنها، رائعه. واللي عنده الحميضه مجففه يستعملها، يعني جميع الاعشاب كانت تستعمل كذخيره لتحضير قوت فصل الخريف والشتاء. هكذلك عندي صرغينه هي هذه، كذلك كنجفوها وكنطحنوها وكنتحصلوا على بودره بهذا الشكل. هذا نبداو بخل الزميطه، الزلافه ديال السمسم او الزلجلان، بنفس الزلافه غادي نعبروا ان هنايا الدخن اللان نوع من الذره الرقيقه الرفيعه، لاحظوا الزلافه هنا. عندي العدس كذلك في قاروره نعبروا العدس، ندير حمص الحمص زلافه بندق او دقيق الشعير يعني المنقوع زلافه، نضيف الزبيب المجفف للزبيب الاسود مطحون يعني في المنزل في اي طحانه عندكم، تين الشوكي الهنديه كذلك مجففه في الصيف مطحونه، تين مجفف الشريحه، عندي هنا اللوز المطحون منقوع كذلك في الماء مطحون، طحناه حتى حصلنا على مثل الصلصه او المعجون اللوز، نضيف الخروب نضيف بذور الكتان مطحونه شوش تسعه اربعه تسعه سته سبعه يعني كضيف على حسب الكميه، ثمانيه سود معلقه لولا معلقه ثانيه، عندي هنا الكحيله ملعقه، النافع ملعقه، الان حبه حلاوه ندير ملعقه ونصف، قرفه نعمل ربع ملعقه، اكليل الجبل نعمل ربع ملعقه، نضيف تيميجا هنا، عندي زرعه الحميضه وصرغينه نعمل ملعقه، وعندي فليو مطحون نوع من النعناع اللي كيكون فليو مطحون نوع من النعناع اللي كيكون في اواخر بري
اواخر فصل الربيع. ونضيفوا التمر، يعني عندي هنا مخزن معجون التمر اللي كنت حضرته معكم في عده فيديوهات. يعني التمر عادي كنغسلوه كنشفوه جيدا وكنطحنوه وكنتحصلوا على معجون التمر. نخلط الكل في العجانه باش يتخلط ليا جيدا. نضيف التمر اللي شفتو في القاروره ونخلط الجميع. ندخلو من الايدي بعد ما خلطنا جيدا. من القاروره دائما كما عديتو معايا كنعقمها بالقرفه. بسم الله. هذه اللي كتشوفوا هنا قطع التمر، لانني ما استعملتش التمر اللي عاده كنخدم به، هو التمر بستحمي. ها نتوما التمر هذا، التمر عامل يعني شويه قاصح صلب شيئا ما، بالتالي يعني التمر البستحمي اللي كنخدم به مازال ما وجدش، اللي كيكون ناشف هو اللي كيعطي يعني تعليكه رائعه وكيرطب هذا النوع من الخليط. حتى هذا كنخدموا به كيجي مزيان. هادو من عين القاروره كنضغطوا جيدا. ها الخليط ديالنا واجد. بسم الله. مع شاي الاعشاب يا سلام. اليوم شاي شويلة شبا، روعة، حلو، مذاقه يعني حلو، بدون سكر، بدون عسل، بدون اي محليات غير طبيعية، فقط من الاشياء اللي عطانا الله. روعة. يمكننا نتناوله مباشرة بهذا الشكل هذا، او ان شاء الله بقوا اوفياء القناه نعطيكم عده تطبيقات لهذا الخليط هذا، يعني باش نغيروا من الاستهلاك ديالو اليومي خاصه بالنسبه للاطفال. مذاق الاعشاب يا سلام.